بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده هنتكلم على الاراده الالهيه او اراده ربنا او مشيئه ربنا في حياتي. مفيش شك ان احنا عندنا مشكله كبيره قوي في حكايه مشيئه ربنا يعني او اراده ربنا. عندنا مشكله في المشيئه الالهيه معانا، مش عشان هي وحشه، عشان احنا وحشين، عشان احنا لا نقبل مشيئة الله في حياتنا وعاوزين مشيئتنا احنا هي اللي تمشي. فانت مشيئتك استحالة تبقى كويسة، استحالة هتبقى كويسة مشيئتك طول ما ربنا مش في حياتك. يعني بالذات لو ربنا مش في حياتك هيبقى مشيئته مش في حياتك. انت ممكن تقول انا صليت زي ما انت ما تعرفش ربنا اصلا او مالكش علاقه بيه قوي، يعني علشان تعرف مشيئته ازاي. وطبعا الناس اللي بتدور على مشيئته دي لما بتسال ربنا على مشيئته، يا رب حسب مشيئتك، كل صلوه بنقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، على طول يعني 100 مره في اليوم. بس يا ريت مشيئتك بقى تيجي معايا وتمشي مع مشيئتي. يعني مش شوف المسيح لما قال لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، عشان يعلمنا ازاي نقولها. يعني فاحنا بنقول له يا رب لتكن لا مشيئتك بل مشيئتي، ويا ريت بقى لو مشيئتك صحيح تبقى زي معايا بالظبط في نفس الطريق عشان ما نلخبطش من بعض. يعني يقول الكتاب ايه؟ لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. إرادة ربنا في حياتنا صالحة مرضية كاملة، لكن أنا لا برضى، مش برضى بيها خالص. ليه بقى؟ لأن ساعات ما بتمشيش معايا قوي فبتتعبني. يعني نقول لك دي صالحة، إرادة ربنا ومشيئته صالحة بكل تأكيد، لدام هو اللي قايل يبقى بالتأكيد صالحة. فتقول بس أصل بصراحة أنا كنت متوقع الشغلانة دي تجيلي، أنا صليت جامد قوي. طب مش أنت صليت؟ صليت. طيب يبقى الحل إن ربنا رد، ولما رد بالطريقة دي إن هو قال لأ. بس أنا ما برضاش بإرادة ربنا في حياتي، ما برضاش إن ربنا يمشي مشيئته في حياتي، وعشان كده بيبقى عندي مشكلة ان انا بتعب لما ربنا يا اما ما بيردش يا اما بيرد بحاجة انا مش عاوزها. يعني يمكن حكيت لكم قبل كده على البنت الدكتورة اللي كانت بتحب دكتور معاها في المستشفى، والبنت دي كانت يعني بنت حلوة قوي وجميلة قوي وبنت ربنا قوي، وانا اعرفها من وهي صغيرة. بس مشكلتها العويصة انها ايه؟ عاوزة مشيئتها هي. فقالت لي يا ابونا انا بحب واحد في المستشفى معايا وهموت اتجوزه. فقلت لو ماله يجي يتقدم لك، يجي يطلب ايدك مني وانا هوافق، يعني عشان ابوها وامها كانوا ميتين وانا كاني مسؤول عنها يعني من وهي في ثانوية عامة. فقالت لي بتقول ايه؟ قلت لها يجي يتقدم، مش بتحبيه يعني وبيحبك؟ قالت لي بس انا بالنسبة له هوا، هو مش شايفني اصلا. قلت لها وبتحبيه ليه؟ قالت لي لا ده كيوت قوي. طب قلت لها كيوت بس لازم يحبك يعني. قالت لي بس امال انا جايه لك ليه؟ قلت لها ايه اكلمه يعني عشان يحبك؟ قالت لي وانا في ابتدائي هتكلمه؟ انا دكتوره. قلت لها امال اعمل ايه يعني؟ قالت لي تصلي جامد قوي لغايه ما يحبني ويشوفني ويتجوزني. قلت لها دايما بيجي لي فردتين مش فرده واحده اصلي لهم، يعني اول مره واحده تجيلي لوحدها يعني. قالت لي يا ابونا بقى انا بنتك، المفروض انت بتحبني قوي
فتعمل حاجه زياده يعني. قلت لها حاضر، لتكن مشيئه الله يا حبيبي. قالت لي لا 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 لا، هي مشيئه الله، ما تلخبطهاش بقى يا ابونا. يعني ايه؟ قالت لي هي مشيئته، مش انا بحبه جدا كده يبقى دي مشيئه ربنا. قلت لها ما نساله. قالت لي انا حاسه ان انت هتبوظها مني بقى يا ابونا، دي مشيئه ربنا. هقول لك على حاجه، تصلي صلوه واحده تقول يا رب ادي، مثلا هنقول اسمها نيفين، يا رب ادي نيفين اللي في قلبها، وما تزودش ولا كلمه تاني، لان لو زودت وقعدت تقول له لتكن مشيئتك وشوف انت عاوز ايه يا رب، وكان هو عاوز حاجه تانيه، هتبوظ الجوازه. فقلت لها حبيبي بس ده غلط يعني، المفروض نطلب من ربنا بجد مشيئته. قالت لي غلط في ايه يا ابونا، انا بقول لك بس صلي قول ادي يا رب فلانه اللي في قلبها. قلت لها اللي في قلبها دي سلوى غلط. قالت لي معلش اعمل حاجه غلط وبعترف بعدين بعد ما اتجوزها، يعني ما انا بنتك بقى لازم تعمل عشاني حاجه يعني. فقلت لها اوكي، بس عارفه الكونسيكونسز، عارفه ايه اللي هيحصل بعد كده، يعني ممكن يبقى اللي هيحصل بعد كده نتائج وحشه قوي عشاني. قالت لي ما يهمكش، المهم اتجوزها. هي بنتي مشيئه الله احسن. قالت لي ما دي مشيئه ربنا متاكده يعني. ممكن بقى تصلي الصلوه دي؟ قلت لها حاضر هصلي، بس انا بقول لك بجد الصلوه غلط. قالت لي اتس اوكي بس صلي. قعدت اصلي اصلي، بعد شهر قالت لي ابونا الصلوه مش شغاله. قلت لها يعني اعمل ايه؟ قالت لي صيام بقى، صوم وصلاه، يعني صوم شويه. قلت لها يا بنتي طب هصوم ليه؟ هصوم ليه؟ فقالت لي اه عشان هي بنتي من ساعه ما اهلها عملوا حادثه. قلت لها حاضر اصوم. صمت شهر كمان، صوم وصلاه شهرين. قالت لي مش شغالين يا هونا، ممكن تديها مطانيات بقى. قلت لها يا بنتي وانا اللي هتجوزه، انا مالي؟ قالت لي يا ابونا مش انا بنتك برضو يعني، اعمل اي حاجه، اصلا لو عملت 100 مطانيه مش انت لو عملت مطانيه واحده هيساوي 100 من بتوعي، فانت شويه مطانيات كده. طب ماشي. بعديها باسبوعين ثلاثه جايه بقى فرحانه، وابونا انت اجمل ابونا في الدنيا. قلت لها خير يا حبيبي، ايه اللي حصل؟ قالت لي النهارده ابتسم لي. يا نهار ابيض، بقى لي 3 شهور بصوم واصلي واعمل مطانيات عشان يبتسم لك؟ ده انت هتتجوزيه على 60 كده يا بنتي. قالت لي لا دي بدايه كويسه جدا يا ابونا، احنا كده كويس قوي، كمل بقى وان شاء الله كله هيشتغل. فعلا انا ما اعرفش ايه اللي حصل بالظبط، الواد فجاه شافها حبها بقى بيموت فيها، اتخطبوا بسرعه اتجوزوا، وهما في الاكليل بحط لها الاكليل على راسها وبقول لها في ودنها بقى من غير ما العريس يسمع ولا اي حد، انت متاكده دي اراده ربنا؟ قالت لي ابونا هتنكد عليا يوم فرحي؟ طبعا اراده ربنا، ايه رايك فيه؟ ها؟ ما تقوليش بقى. وهو فعلا الواد انا ما شفتش حد زيه بصراحه، ادب اخلاق روحانيات غني جدا، شكله امور قوي، اهله عيله محترمه جدا. راحت هي بعت الشقه بتاعتها اللي خدتها من اهلها يعني اللي حيلتها، وعشان تتجوز يعني، واتجوزته وراحت عاشت مع اهله في نفس الفيلا في الدور الارضي باين ولا حاجه كده. بعد 3 شهور بقت حامل، فرحنا ورحنا احتفلنا بقى بحملها ومش عارف ايه، وبقينا فرحانين وبتاع. بعد 6 شهور وهي قاعده معاه طب ميت صغير في السن، وهي لسه 28 سنه وحامل، ومات. هما الاثنين دكاتره ما قدرتش تنقذه، هو ما قدرش ينقذ نفسه ولا حاجه. فاهله بعديها بشويه، انا كنت بره القاهره بره مصر، بعديها بشويه اهله بعد ال40 قالوا لها مش قادرين نشوفك عشان بنفتكر ابننا، فممكن تسيب البيت؟ فمشيت مش عارفه تروح فين، فراحت عند حد كده معرفه وكانت تعبانه قوي. فلما رحت اعزيها لما جيت كان بتعيط كده على كتفي، وقالت لي ابونا دي مشيئتي انا، ده انا اللي اخترت كده مش ربنا، انت قلتني وحذرتني وانا سمعتش الكلام، انا حبيت المشيئة هي اللي تمشي،
ودي نتيجة المشيئة اللي أنا بتاعتي أنا. اللي حصل إن النتيجة كان سيئة جدا، لأن أنا عندي 28 سنة، بقيت أرملة ومعايا بيبي وهوملس، ماليش مكان أقعد فيه. أدي نتيجة مشيئتي. لو كنت رضيت بكلام ربنا وزي ما أنت قلت، كان ربنا عامي عينيه عني ومغميها ومش راضي يخليه يبص في وشي ولا يعرفني، وانا خليتك تصلي علشان الغمامه تتشال من على عينيه ويشوفني. شافني، حبني، اتجوزته، اهو مات، انا ضاع مني كل حاجه. ساعات مشيئتنا احنا بتبقى سبب مشكله كبيره قوي في حياتنا واحنا مش دريانين. يعني احنا بنفتكر ان دي احسن حاجه ممكن تحصل لنا، بس اخد الشغلانه دي، بس اخد اتجوز البنت دي، بس اتجوز الولد ده او الراجل ده، بس اشتغل اعمل الشغل ده، البيزنس ده بتاعي ده يشتغل، مش حاجات كده كلها. طب سالت ربنا؟ سالته. طب كويس، انت ليك علاقه بربنا اصلا؟ بساله في الزنقات. طب مين قالك ان اللي بيرد عليك ده ربنا بقى؟ ما انت اصلا ما لكش علاقه. يعني مثلا انت عاوز تعرف مشيئه ربنا او اراده ربنا الله الصالحة المرضية الكاملة، ده لازم فتشوا الكتب، لازم تقرأ كتاب مقدس. يعني من الحاجات اللي ممكن تديك مشيئة ربنا وترد عليك في مشيئة ربنا هو كتاب مقدس. تفتح تلاقي آية تاخدها، هي كده؟ طبعا غلط. مين قالك ان ربنا بيرد عليك بآية؟ مين قال كده؟ انت اصلا ما بتقراش كتاب مقدس. فاتح بقى جلا مش هينفع. يعني راجل بيتخانق مع مراته وعاوز ياخد يعني رأيه وهو اللي يمشي في البيت، قال انا اسأل ربنا، فتح الكتاب المقدس. الرجل رأس المرأة، شايفها؟ يعني ادعك راسك، انا رأس المرأة. اي يا عم، في آية تانية بتقول المرأة تاج الرجل. لا مش موجودة دي، ما اراهاش. أزل هو بيفتح جلا جلا واللي بيطلع. فعشان كده ما ينفعش أخد آية واجري بيها، لأن ربنا احنا بناخد روح الكتاب مش literally الآية بتاعت الكتاب، مش بناخدها بالحرف، الحرف يقتل أما الروح فيحيي. فاحنا بناخد روح الكتاب، ربنا عاوز يقول لنا إيه. نفس الآية لما بتوصل لنا بتوصل لنا كل واحد حسب فهمه وحسب معرفته، لأن الكتاب المقدس هو عبارة عن كلمتين مهمين قوي باليوناني، لوجوس وريما. لوجوس اللي هو الكلمة، الله هو الكلمة، اللوجوس اللي جاي منها كلمة لوجيك، فاللوجوس ده اللي هو كلمة الله. الكتاب المقدس كله الكلمة. وريما معناها روح ربنا في كلمته اللي بتوصل لكل واحد وبتتفصل على كل كلمة. ريما دي يعني متفصلة لك، الآية بتيجي أنا أقراها وإنت تقراها، أنا تتحرك مشاعري بطريقة وتحرك مشاعرك أنت بطريقة تانية خالص، توصل لي أنا بطريقة وتوصل لك أنت بطريقة تانية. أديك مثل، مثلا إن أردت أن تكون كاملا اذهب بع كل ملك واعطي للفقراء وتعال اتبعني. كم واحد قرأ الآية دي؟ كلنا. عملت فينا إيه؟ ولا حاجة، يعني ما أثرتش خالص. آية يعني قريناها وتعزينا بيها وتأملنا فيها كمان. لكن واحد زي أنطونيوس الكبير قراها غيرت كل حياته، راح واخدها منفذها، باع كل ما يملك وإيه وعاش لربنا بقية حياته. فهو احنا لما بنيجي نقرا الكتاب المقدس لازم يبقى في بيننا وبين ربنا عشره علشان نعرف مشيئه ربنا من خلال الكتاب المقدس. بيقول ايه؟ كلمه الله القادره ان تبنيكم. يعني كلمه ربنا هي اللي بتبنينا بحيث نبقى على علاقه جيده بربنا. فربنا بيرشد من خلال الكتاب المقدس وبيقول لك رايه إذا كنت أنت على علاقة كويسة بربنا وبتقرأ الكتاب المقدس على طول. فدي أول شانل ممكن، أو أول قناة ممكن ربنا يكلمك من خلالها، الكتاب المقدس،
ان انت بتصلي، ان انت عمال تطلب من ربنا حاجة، وكل يوم بتقرأ الكتاب المقدس بانتظام، فربنا يبتدي يبعت لك الرسائل بتاعته ويوريك مشيئته الصالحة المرضية الكاملة من خلال كلام الكتاب المقدس. اوكي، فيبقى اول طريقة اعرف بيها مشيئة ربنا ايه؟ الكتاب المقدس. تاني طريقة اعرف بيها مشيئة ربنا الصلاة، ان انا اصلي جامد قوي، واصلي ان ربنا يوصل لي مشيئته. يعني في الصلاة بتاعتي اقول له يا رب وصل لي مشيئتك، سواء بقى من خلال الكتاب المقدس، من خلال الصلاة نفسه، روح ربنا القدوس في داخلي، او من خلال اب اعترافي او مرشدي. المهم ان انا بطلب من ربنا، فبصلي جامد قوي، ومع الصلاة بتاعتي بقول له يا رب اديني ارشاد ووريني مشيئتك، وانا هنفذ اللي هتقولي عليه. كويس، فالصلاة ممكن تديك رد على طول جوه قلبك اذا كان ربنا عاوز يرشدك لحاجة. حاجة تالتة، اب اعترافك او مرشدك الروحي، الذين بلا مرشد يسقطون كاوراق الشجر. فانا ضروري اخد اب راي اب اعترافي او مرشدي الروحي، وطبعا مش اي مرشد، لازم ابقى فاهم كويس جدا، مش اي حد ممكن يرشدني. ليه؟ لان المرشدين يعني ممكن يكونوا كتير جدا، لكن يقول لك الكتاب ايه؟ لكم ربوات من المرشدين ولكن آباء قليلين. ربوات من المرشدين يعني عندي مرشدين كتيرة، ده إرشاد عام، إزاي أبطل الخطية دي، إزاي أحارب الخطية، الإرشاد العام. لكن أبويا الروحي اللي عرفني كويس قوي هو اللي ممكن يرشدني بقى، يقول لي أو يديني إرشاد حقيقي في مشكلة معينة، في طلب معين، بيصلي معايا في حاجة معينة. هقول لكم على حاجة غريبة جدا، يعني انا طبعي ليا ماي اون بيرسوناليتي وليا ماي اون مدرسه، المدرسه بتاعتي انا بقول على ده كذا وعلى ده كذا، لكن افاجئ ان الاقي حد جاي واخد الموضوع سيريس قوي وبيسالني سؤال. انا عارف السؤال بتاعي، الرد بتاع السؤال ده لكل الناس، بقول مثلا اكس واي زد، ده الرد بتاعي. وفاجأ ان انا برد رد تاني خالص غصب عني، تماما مختلف، مختلف عن شخصيتي، عن طريقتي في الرد. ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاني اتلخبط انا بقى؟ انا بسأل نفسي ايه اللي خلاني ارد الرد ده؟ الراجل ده قبل ما يجي لي او البنت دي قبل ما تيجي صلت جامد جدا جدا وعملت مطنيات وقالت له يا رب انا هروح اسمع صوتك من خلال أبونا اللي هتقولي عليها أنفذه، وعندها إيمان قوي جدا. يوم ربنا يغيرني أنا ويغير شخصيتي تماما ويخليني أرد رد مختلف، لأن هي صلت بإيمان أو هو صلى بإيمان وعارف أن ربنا هيرد عليه، وجاي متأكد أن ربنا هيرد. وفعلا ربنا بيرد، لأن ربنا ما بيغزلش ولاده، خصوصا لما يكون عندهم إيمان قوي. يعني فأنا بعرف مشيئة ربنا من خلال، يعني احنا قلنا ثلاث قنوات، واحدة اللي هي الكتاب المقدس، الثانية اللي هي الصلاة، الثالثة اللي هي أب اعترافي أو مرشدي الروحي، الرابعة الروح القدس. الروح القدس العامل فيا ممكن يرشدني جدا، بس طبعا ايه، ساعات احنا الروح ما بيبقاش عامل فينا، عشان كده الكتاب يقول لا تطفئوا الروح. واحد مطفي روح ربنا جواه ويقول له روح ربنا قال لي، قال لك ازاي؟ ما هو عشان كده ممكن يكون الروح ده مش هو روح ربنا. يقول ايه؟ متى حل عليكم الروح القدس فهو يعلمكم كل شيء. الروح القدس بيعلمنا كل شيء، وطبعا ده محتاج ان احنا لا نطفئ الروح بل نضرم الروح في داخلنا. طب نعمل ايه؟ نصلي، نرتبط بالكتاب المقدس، نحضر اجتماعات روحية، نخلي فينا تأجج في الروح، حاجة كده بتخليني أفكر في السماء وأفكر في الأبدية وأحب ربنا قوي على قد ما أقدر وأخاف ربنا في تصرفاتي. محدش بيشوفني وأنا بتفرج على فيديو مش كويس، محدش هيشوفني، لا وممكن أحطه على يعني في الإنترنت مش معروف خالص، وأدخل باسم جديد محدش هيشوفه،
ما حدش هيشوفك، بس ربنا هيشوفك، شايفك كويس قوي. وهو ده اللي حصل مع واحدة من الستات اللي كانوا مش كويسين، وراح لها القديس يوحنا القصير في لغاية البيت، وعمل نفسه ان هو عاوز يعمل معها خطية وهو رايح عشان ينقذها. فقالت له طب يلا نعمل خطية، قال لها لا مفيش أوضة تانية. قالت له اه، خدته للأوضة اللي بعديها، قال لها مفيش أوضة تالتة. قالت له انت خايف من مين؟ الناس، الناس عمرهم ما يشوفوك هنا، لو ربنا هيشوفك في كل مكان. قال لها وانت عارفة ان ربنا بيشوفك وانت لسه بتغلطي قدامه؟ ومن هنا ابتدى يكلمها لغاية ما تابت وولعت في كل الحاجات اللي عندها ومشيت وراه لغاية البرية وتنيحت في سلام. ف انت ما حدش شايفك، لكن يسوع شايفك، ملايك الملاك بتاعك الحارس شايفك، وعمال يغطي عينيه ويخبي وشه ومش قادر يبص على اللي انت بتبص عليه او اللي انت بتعمله، وهو شايفك كويس قوي. يقول لك كده يعني، يعني يبقى فيك روح ربنا وتعمل كده يا ابني، انت بتطفئ الروح، وبعد كده تجري لما يكون عندك مشكلة تقول انا هسأل ربنا واخد ارشاد ربنا وارادة ربنا فين، وربنا سابني ليه؟ هو مين اللي ساب مين؟ مين اللي ساب مين؟ ربنا اللي سابك ولا انت اللي سايبه بقالك كتير قوي؟ فاحنا ساعات بنفضل نبص للمواضيع من منطلق او منظور واحد، مش بنبص ليه من منظور ان انا على علاقة بربنا حلوة قوي بتخليني ابقى كأن السماء مفتوحة عليا وربنا يقدر يرشدني كويس قوي. يعني فاكر في مرة كنت ماشي ورا ابونا كده، وابونا ده كان حافظ قوي وصوته حلو خالص، فماشي ورا في الصحراء وعمال اقول له ابونا عشان خاطر يحفظني اللحن ده ومش عارف ايه. فقال لي ابونا انا تعبان صدقني ومش قادر، وحقك عليا هبقى احفظه لك بعدين وكده. فرجعت زعلان وحزين كده وراجع الدير بقى، وكان ابونا تدرس الانطوني اللي هو تلميذ ابونا يطرس القديس، كان قاعد على المصطبه بره. وكان ابونا تدرس ده ما بيعرفش يتكلم كلمتين على بعض، يعني تسمعه وما تفهمش حاجه خالص، ما بيعرفش يتكلم خالص. لقيته بيقول لي ايه في منتهى الوضوح بقى، اللحن بيتقال كده، تعال اعلمك، وابتدى يعلمني اللحن. و ابونا انت بتعرف تتكلم كويس؟ قال لي قول اللحن ورايا، وقعد يعلمني اللحن واحفظوني. وقال لي مبسوط؟ انت مبسوط؟ قلت له انا مبسوط. قال لي عشان ما تروحش الالاية وانت زعلان. طب ايه اللي عرفه؟ ايه اللي خلاه يشوف كده؟ ايه اللي فهمه ان في فعلا انا تعبان او متضايق من حاجة؟ هو السماء مفتوحة عليه على طول، هو بينه وبين السماء مفيش انغلاق فيه، هو خلاص السماء اتفتحت عليه. طب هو وصل لدي ازاي؟ لم يطفئ الروح، طول النهار قاعد، تلاقيه قاعد على المصطبة رفع عينيه للسماء وعمال يصلي ليل ونهار، في أي وقت تخش عليه الساعة 2 الصبح 5 4 في أي وقت تلاقيه قاعد وعمال رفع قلبه وعمال يصلي. السماء ما بتشوفوش وهو بيصلي، لكن هو السماء مفتوحة عليه. نفس الحكاية مثلا كان أبونا أبو خيرون الأنطوني رئيس الدير، كان راجل قديس قوي قوي، وكان أب اعتراف أبونا يسطس القديس، يعني احنا بنعرف سيرة ابونا يسطس القديس، وده كان اب اعترافه. فكنا لما نخش عنده القلاية كده، هو كان على طول راجل كبير وقاعد على كرسي، عارفين كرسي العافي ده الخشب الناشف ده، هو قاعد عليه على طول حط ايديه كده وصل السقف. فهقول له ابونا العنكبوت على السرير جامد يا ابونا. يقول له يا جدع هو بيحب السرير، نظف نظف نظف. فانظف السرير من العنكبوت، بعديها بيومين ثلاثة اخش عنده الاقي العنكبوت تاني، اقول له ابونا العنكبوت رجع تاني. يقول لي يا جدع ما انا عارف، ما انا قلت لك ان هو يعني ده معناها الراجل ده ما بيقعدش على السرير خالص، ما بينامش على السرير، وهو راجل كبير وعايش في حياة القداسة ومش عاوز يعرف حد. ولما تنيح ما لقيناش عنده حاجة خالص، رئيس دير اعظم دير في الدنيا امبندونيوس اول رهبان، ما لقيناهوش يملك اي حاجه. ليه بقى؟ لم يطفئ الروح، كان عمال يلهب الروح، كان العالم بالنسبه له nothing، ولا ليه لازمه اصلا.
ليه عايش في السماء وهو على الأرض؟ أنا مش بقولك سيب شغلك وسيب حياتك وسيب مراتك وبيتك، لا، بس أنا بقولك ممكن إن أنت تعيش القداسة في وأنت جوه بيتك. فاكرين أبو مقر لما الملائكة الشياطين قعدوا يضحكوا عليه وقالوا له أنت أحسن واحد في الدنيا، في كل الدنيا مفيش حد زيك، فراح الملاك ظهر له لأن خاف عليه لحسن يقع في خطيئة الكبرياء، قال له على فكرة في 2 ستات في اسكندرية أحسن منك بكتير. إيه؟ هو أبو مقر، أبو مقر الكبير العظيم، ف2 ستات أحسن مني؟ فربنا أرشده والملاك أرشده لغاية ما راح لعندهم، لقى 2 ستات بسطة قاعدين في بيت واحد متجوزين، هما الـ2 الستات دول متجوزين أخين وقاعدين في نفس البيت. فقال لهم قولوا لي ايه اللي فيكم يخليكم احسن مني؟ انا رئيس رهبانيات بريت شهيد كلها، يعني هو كان اب لالاف الرهبان، و2 ستات متجوزين وعندهم عيال، فالمرتبه الروحيه اعلى منه. ازاي بقى؟ قالوا له ما بنعملش حاجه عدله. قال لهم لا، انتوا لازم تقولوا لي، لان الملاك قال لي ان انتوا بتعملوا حاجه مخلياكوا احسن مني. فقعدوا يقولوا له ان احنا ما بنعملش حاجه كويسه خالص، احنا كل اللي بنعمله بنحب جوازتنا جدا وبنحترمهم، ولما بيدخلوا بنغسل لهم رجليهم وبنطعهم في اللي هم عاوزينه، وطول النهار احنا الاثنين بنصلي، ولو عيل في عيالنا عيط ولا حاجه اي واحده تروح ترضعه او تاخد بالها منه، لدرجه ان احنا مش عارفين مين عيال مين، يعني احنا عارفينهم طبعا بس ايه بنعاملهم كلهم عيالنا، وبنصلي وبنصوم طول النهار لغايه ما يجوا جوازتنا ناكل معاهم وخلاص على كده. وربنا اعتبرهم في المرتبه الروحيه اعلى اعلى من ابو مقار الكبير. فانت انت متجوز وعندك عيال وعندك مسؤوليات وعندك شغل، لكن ممكن تبقى قديس، وممكن يبقى الروح جواك لما تيجي تطلب ارشاد ربنا وارادته في حياتك تشوفها كامله مش ناقصه، لا اراده ربنا كامله. طب انا كتير قوي بسال ربنا وما بيردش عليا، ان يعني لو واحد راح سال واحد راجل في الشارع ما يعرفوش قاعد يقول له يا عم ممكن تقول لي مش عارف ايه، الراجل مش هيرد عليه ما يعرفوش، لكن لو هو ابوه بقى ولا حاجه فعلا ابنك اول ما تساله يوم على طول انت رادد. ليه؟ لانه ابنك وانت عاوز بتحبه وخايف عليه. انت لو ابن ربنا ربنا هيرد عليك كويس قوي. فعشان كده احنا محتاجين نبني العلاقه بتاعتنا مع ربنا الاول، وبناء عليه يقدر ربنا يرد علينا لما نحتاج اي حاجه منه. لكن طول ما احنا مش على علاقه طيبه بيه هيبقى اراده ربنا مش هنعرفها ومشيئته مش هنعرفها خالص، لانه هو احنا ما تبنيناش جوه ربنا عشان يعرفنا كويس. ف دي طريقه. في واحد يقول انا بفتح الكتاب المقدس اعرف، قلت لك اعرف، مع حقك تعرف اراده ربنا، بس برضو لو الكتاب المقدس ده بتاعك بجد مش بتاعك جلا جلا، يعني مش هتفتحه وتشوف ايه كده وتقول خلاص. واحد انا فاكر كان بيشتغل في الكويت بان ولا السعوديه ولا حاجه كده، ومراته هتتجنن في يوم وليله جابها ورجع. ليه؟ قال انا سالت ربنا كويس قوي، انا رحت اصالحهم بينهم لانهم تعبانين قوي مع بعض يعني. قالت لي يا ابونا احنا علينا ديون كتير، وهو فجاه كده قرر انه ينزل مصر ومش عارف ايه. قال انا سالت ربنا وربنا رد عليا، فتح الكتاب المقدس فجاه لقى ايه بتقول لا تخف من النزول الى مصر. هو يعني كان بيقول ليعقوب لا تخف من النزول الى مصر، هل شايف اهو ربنا قال لي لا تخف من النزول ما يعني ما الايه دي موجوده لكل الناس، بس انت فتحت عليها يعني، بس انت اصلا ما بتقراش كتاب مقدس ولا ايه؟ قال لي مش مهم. قلت له لا مهم، ما انت لو ما تقراش كتاب مقدس ربنا مش هيبعت لك ايه، ما انت اصلا مالكش في الايات، انت ما تعرفوش خالص، ما تعرفهاش خالص. فدايما الناس بتفتكر ان انا بس يعني اشوف طريقه كده تناسبني اعملها،
انا بقول لك انسب طريقه ان انت تصلي جامد جدا 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 وتقول يا رب انا هروح لابو اعترافي ولا مرشدي وهسمع صوتك منه، او انا هصلي واصوم لمده شهر واقرا الكتاب المقدس كل يوم وبعد شهر شهرين عاوزك ترد عليا في الكتاب المقدس. يبقى انت بدات عملت علاقه عملت فاونديشن. في حد يروح يبني مبنى وهو مش عامل فاونديشن خالص؟ مش معقول. فانت عملت العلاقه رتبت عملت تصلي مش مستعجل بقى مش رش لازم ترد عليها بسرعه يا رب، لو ما ردتش انا هاخد القرار. خد القرار خلاص انت حر وهتتحمل النتائج بتاعته. فعشان كده حبايبي اراده ربنا ممكن نعرفها بسهوله لو احنا عندنا الايمان في اراده ربنا ومشيئته. في حاجه تانية، ان انت عاوز تعرف اراده ربنا سيب الموضوع في ايديه. شغلانه جاي لك شغلانه وجاي لك عريس عروسه حلو خالص، ابني جاي له عروسه، طب العروسه دي حلوه من ايد ربنا ولا لا؟ اسال ربنا ازاي اصلي جامد جدا جدا وممكن اصوم كمان واقول انا همشي الموضوع، لو وقف هو يسوع اللي هيوقفه. المهم يا رب ان انت تعمل الشغل اللي انا مش قادر اعمله عشان انا فيري ويك، انا ضعيف مرتبط بحد مرتبط بحاجة مرتبط بفلوس مرتبط بشوق اي حاجة. قول له خلاص يا رب وريني ارادتك انا عاوز اشوف ارادتك، وخلي عندك ايمان ربنا في الاخر ممكن هيبين لك ارادته. ربنا يدينا كلنا ان احنا نمشي حسب ارادة ربنا الصالحة المرضية الكاملة عشان نبقى في كمال حقيقي مع ربنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.